بي توب ستوريز اليوم بيسعدنا استضيف الرائد ديمتري صائر رئيس شعبة الرياضة بالأمن العام وأسامة بوغادر مفتش بالأمن العام تنحكي عن إنجاز حققه أسامة للبنان وهو فوزه ببطولة كمال الأجسام بدون مناشطات اللي صارت برومانيا وقدر يرفع اسم لبنان عالي بين 104 دول. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. بونجور. بونجور وسامة، رح أبلش معك. أول شيء خبرنا على إنجاز اللي حققته، خبرنا شوي عن هالبطولة وكيف كانت تحضيراتك إلها. أول شيء بونجور لإليك وبونجور للمشاهدين. هيدي كانت المشاركة لإلي الثانية، أول مرة كانت بألمانيا سنة 21 وهلا كانت برومانيا ببوخارست. هي بطولة ناتشرال بودي بيلدينج لكمال الأجسام، كان فيها تقريبا شيء فوق 150 لاعب من 100 دولة مختلفة، والحمد لله قدرنا نجيب فيها مركز. قدرت احصل على 3 ميداليات من الذهب وجبت افضل لاعب بالكاتيجوريز تبعي وربحت كمان كف الذهب. كف الذهبي صح. وسما هيك بطولة يعني بتاخذ كثير وقت تحضير اكيد منك من ناحية الصباغ الاكل صح، بس كمان بذات الوقت في تحضير من غير نواحي، تحضير الامور هيك اللي على الارض، السفر، كيف بدك تسهل السفر، وين عم تواجه اكثر شيء صعوبات؟ هلا انا عم بطلع كتمثيل رسمي من قبل المديريه العامه للامن العام، الحمد لله هي الامور شوي المديريه عم تساعدني فيها على الصعيد التقني. عم نواجه شوي صعوبه بالفيز، لان يوم بتعرفي انت الشاب اللبناني بس تطلع لبرا، في مخاوف من الدول انه هذا الشاب اذا طلع لبرا مش حيرجع على لبنان، في شوي صعوبات بقدور بتقدر نحصل على فيز بس مش اكثر. عم تواجه شي صعوبات ماديه تقدروا تخطوا النفقات يعني؟ يعني هلا في صعوبات ماديه اكيد، يعني احنا عايشين كل هالاوضاع عم نواجه شويه صعوبات، بس الحمد لله يعني عم نقدر نظبط امورنا بالتي هي احسن. يعني شفنا هلا صور من البطوله، يعني قد ايه بياخذ معك وقت انك تحضر لهيك بطوله؟ انا صار لي بهالدومين شي 10 سنين. على طول فترة التحضير بدأ مني وقت شيء 4-5 أشهر. ننعزل شوي عن الجو العام، لأن بتعرفي أنت هيك بطولات وهيك محافل دولية بدك شوية التزام، بدأ شوية التزام وديسبلين يعني. أكيد من ناحية السبار، من ناحية الأكل. طيب بس تكون بهيك مسابقة ويكون في حدك تقريبا 104 دول تانية والشباب عم يمثلوا هالدول، شو بيكون شعورك؟ هلا الشعور كثير حلو، يعني انت طالعه بان عم تنافسي بلد مثل لبنان عم يطلع بينافس دول كبيره، يعني مثل عم تفوتي على دول اوروبيه، عم تفوتي على امريكا، كندا، استراليا، هودي كلهم عم بيكونوا باك ستيج، انت عم تكوني واقفه بيناتهم. يعني هذا شعور ما فيني اوصف لك اياه، بس تكون باك ستيج عم بيكون في عندك دعم من اللبنانيه هونيك، عم بيجي لبنانيه يحضروا. اكيد يعني انا هيدي المره فوجئت برومانيا، كان في جاليه لبنانيه، اكيد اصدقائنا ومعارفنا كانوا عم يتابعوني وكانوا ناطريني بالمطار وواكبوا البطوله، وبس خلصنا يعني كانوا على طول حدنا سبورت لنا. وهلا في مسابقه كمان قريبه، وهذه المسابقه اللي ربحتها انت اهلتك انك تشارك بالاولمبياد اللي رح يصير باي شهر؟ تقريبا باكتوبر بامريكا. هي هيدي تأهلنا نحن على الأولمبياد أوريدي، نحن وقت شاركنا بألمانيا صار معي هيدا الكارت، صار في مخول إنه شارك بهالبطولات الأولمبية برا، على أمل إنه شوي تكون أمورنا أحسن. رائد ديمتري، هيك إنجاز حققه لبنان وقدر إنه يأهل لبنان للأولمبياد بيكون بده دعم كتير كبير من المديرية، يعني أسامة لحاله مانو قادر يحقق هالإنجاز، فكيف عم تقدر المديرية تساعد أسامة والشباب يعني مثل أسامة وقدمهم إنه تقدموا دعم لهالشباب؟ هلا بالنسبة للمديرية العامة للأمن العام عم تعمل هلا وخصوصا بقيادة سعادة اللواء مدير عام للأمن العام اللواء الياس البيسري، عم تعمل أقصى ما بقدرتها بالوقت الحالي وخصوصا بالأوضاع اللي احنا عم نمرق فيها، منا أوضاع طبيعية، نحن بحالة شوي صعبة ولما هيك، لكن اهم شيء نحن بالنسبه لاسامه هو كمدرب، كمان كمدرب كيك بوكس وبيدرب فرع من فروع الكيك بوكس لاولاد العسكر ببارت هو حمانا، عم تعمل يعني نحن حنعمل اقصى ما في بجهدنا نقدر نعمله لنساعده، لانه اسامه هو عنده بوتنشن وعم جرب ندفش قد ما فيه قد ما فينا لحتى يوصل لمطرح معين. هلا الامكانيات نحن معنويا داعمينه،
وبيعرف قد ايه داعمينه ماديا كمان تقريبا ضمن الامكانيات المحدوده اللي عندنا اياها. وشو فينا بعدين نقدر نقدم؟ اكيد رح نقدم. قد ايه مهم انه شباب مثل اسامه يقدروا يركزوا على الرياضه بحياتهم، وهل انتم بتهتموا بهالموضوع؟ اكيد نحن عاملين اولويات بالمؤسسه عنا لكل الرياضيه بمجمل عام. لا في عالم عندهم بوتنشن، في عالم لا، في عالم حابين يوصلوا، في عالم قدروا يوصلوا. دائما جينيتيك ما كل شخص بيختلف عن الثاني، بس الكل حابب. والرياضه هي اساس ان كان بالتدريب العسكري ولا كان بالحياه العسكريه، لانه كله هيدا بيز لحي الله رجل ان كان عسكري بالمؤسسه ولا رجل بحياه المدنيه. هيدي ثقافه، وهيدي الثقافه هي بتطور جيلنا وهي المستقبل. يعني هيدا المطرح الوحيد اللي بيقدر لبنان كمان يطلع يواجه وبيبرز ويبين بين الدول كلها الموجوده بالخارج. وهذا الشيء تجربه كثير كبيره وكثير حلوه اكيد له، وتجربه شيء منيح لنا وصيت حلو للمؤسسه العسكريه اللي وصلت احد شبابنا. ونحن عندنا بيع طويل بهذا الموضوع غير عن قصه البادي بيلدينج، اشياء كثير كمان غيرها بنحكي فيها بعدين لما نطول عليكم. سو بيزيكلي هي بحياة كل إنسان إن كان مدني ولا ولد. أنا بشجع الأهل أكيد أهم شيء يبعثوا أولادهم على كل شيء نوع رياضات شو ما كانت رياضة، لأنه هي أساس المجتمع. حضرتكم كمان هلأ عم تهتموا كمان بأولاد العسكر؟ طبعا نحن فتحين كوتشو سام، هن أحد المدربين اللي عنا فروعة بكل لبنان. طرابلس، صيدا فتحنا عن جديد، هيدا طلعنا فيها بالمؤسسة بفكرة حلوة لحتى بظل هالوضع الاقتصادي الضيق ندرب اولاد العسكر كله فور فري بكل لبنان، واللي هو بصيدا فتحنا فرع، بطرابلس فتحنا فرع، بالمتن بجديده فتحنا فرع، بحمانة اللي هو مستلمه كوتشو سامة فوق فتحنا فرع، بالبودا بقدما، وبالمدينه الرياضيه عنا البيز اللي هي بتجتمع اوقات كل النوادي وبينزلوا بيتمرنوا تحت. صار عنا اكثر من 250 300 ولد بين صغار وبين كبار. من هدول كلهم هو المستقبل، جيل جديد الابطال بعدين يطلعوا بعدين اول شيء يمثلوا لبنان برا. وان بليس بمطرح ثاني عم نبعد هالاولاد نحن على كل شيء اسمه تابلات وايبادات وما بعرف شو، عم يروحوا على صار عندهم شيء افضل يشتغلوا ويفكروا فيه ويكون عندهم موتيفيشن. لانه موتيفيشن بتقول لهم هذيك المره عملنا بطوله مثلا بيت العسكر، قد ايه انبسطوا الاهالي وقد ايه انبسطوا الاولاد لانه اجوا احتكوا مع بعض ولعبوا وعدنا ميداليه وين وين، يعني تو وين 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 بوزيشن. بس انه بالاخر هذه تجربة كتير حلوة كانت، وهلأ هنعمل واحدة تانية واحدة تالتة. عم نغير، نحن عم نجرب نظهر من هيدا من هالبرمجة لأنه تبرمج أولادنا. صار هلأ إذا بتقشتي آيباد لولد فيك تقشتيه بيكسر البيت. نعم مزبوط، ما بقى فينا عليهم. أكيد يعني كل هالأنواع الرياضات غير عن أنه بتساعد الولد أنه يحافظ على صحته الجسدية، كمان يعني بتساعد كتير بتركيزه بصحته العقلية. يعني عندها إيجابيات كتير، سيلف ديفنس سيلف كونفيدنس، كله هدول بيصيروا هو سيكل واحد ما بيبقى عن بعض. وخصوصا الرياضات الإيطالية بالذات، اللي بيعرف الرياضات الإيطالية بيعرف شو عم بحكي. ديسيبلين، سيلف ديفنس، سيلف كونفيدنس، اللي بيتمرن كل شيء سبورت وكومبا. يعني أسامة أكيد أنت عندك كل هالصفات اللي عم بيحكي عن الرائد ديمتري، كيف تحضيراتك لهلأ للمسابقة المقبلة؟ يعني نحن على طول بيقولوا أبديت بكل محافل عم تصير برا بالتنسيق مع حدة الرائد أكيد ومع المديرية العامة. يعني على طول كل ما نعمل شيء بنقول ما نعمل أكثر. الحمد لله إنه على طول في عنا أهداف وأحلامنا كبيرة، وإن شاء الله على أمل إنه نوصل. إن شاء الله ما بتضل أحلام، إن شاء الله نحققها. يعني بدي أقول لك بالتوفيق، عبالك توجه تحية لحدهم؟ بدي أحب واجه تحية لكل حدا كان سبورت لنا. بدي واجه تحية لمدير عام الأمن العام اللي سبايسري، ولجميع ضباط وعناصر مديرية العام الأمن العام، ولكل الأصحاب والأهل ولعائلتي يلي كانوا هني أكبر دعم لإلي. دعم الأساسي. دعم الأساسي. نحن بنتمنى لك التوفيق، وان شاء الله هيك تضلكم داعمين اسامه وداعمين شباب مثل اسامه تقدروا يمثلوا لبنان باحلى صوره، لانه عن جد هدول عم بتكون احلى صوره عم بتمثل فيها لبنان وعم تعكس صوره لبنان الحقيقيه. اهلا وسهلا فيكم معنا اسامه ابو غادر مفتش بالامن العام، ورائد ديمتري صقر رئيس شعبه الرياضه بالامن العام. اهلا وسهلا فيكم معنا بـ MTV. ميرسي لك، ميرسي لـ MTV. مشاهدينا وقفه ومنتابعه.